قصص فرح. كان يا مكان في قديم الزمان. هالمرة راح نغير البداية، لأن ما أقدر أقول كان يا مكان ولا أقدر أقول في قديم الزمان. أبطال قصتنا عايشين فينا إلى الآن. قصتنا اليوم مو مثل أي قصة، وبطلها مو مثل أي بطل. بطل قصتنا كان أب، كان أخ، كان عم وكان خال، كان ولد، كان عون وسند. بطلنا اليوم أقوى من أي رجل خارق. تعرفون يا أطفال السوبر هيروز؟ بطلنا كان أقوى وأشجع منهم. بطلنا بعد رب العالمين أهو السبب في إن ديرة الكويت تتحرر وتصير أحلى بلد. خلوني اليوم أقول لكم اسم شهيدنا البطل. الشهيد بادي صلبوخ كان وكيل ضابط بوزارة الدفاع. الشهيد كان بطل وشجاع، وحب الكويت كان روحه ودمه. تدرون يا أطفال إن الشهيد كان في إجازة مرضية وكان مريض وتعبان، بس لما سمع إن الغزاة دشوا الديرة ما رضى إنه يقعد، لبس لبسه وطلع يدافع عن ديرته. كان الشهيد دايما يقول الله يعز الكويت وشيوخها. حب الكويت في الشهيد كان قوي ومزروع بقلبه. شفتوا يا أطفال حب الوطن شنو يسوي؟ يخلينا ندافع عنه بدون تفكير، نحافظ عليه. يا أطفالي المحافظة على ديرتنا شلون تصير؟ مو شرط إن ندافع عنها بروحنا ودمنا، ندرس، نجتهد، ننظفها ونرفع اسم كويت الحبيبة مثل شهدائنا الأبرار. تدرون يا أطفالي الحلوين، الشهيد ما كان كويتي، كان من غير محددين الجنسية، بس ما قال لا هذا الكويت بس خي يدافعون عنها الكويتيين، أبد. كان يقول حب الكويت بدمي، ما أقدر ما أدافع عنها، وطلع ودافع عنها. واستشهد الشهيد بتاريخ 19 أكتوبر. الشهيد اسمه ما راح وموجود ليل حين بيننا، بكل مكان ينذكر اسمه بالخير، لأن بعد رب العالمين شهدائنا أهم سبب تحريرنا. وبكذي يا أطفالي الحلوين نختم قصتنا اليوم، ونصلي على النبي ونقرأ لهم الفاتحة، ونقول ربي طيب ثراهم واكرم مثواهم واجعل الجنة مأواهم. آمين يا رب العالمين. قصص فرح.